السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد وهو عن كيفية خياطة مخدة السامبل. أولا عيد مبارك سعيد، اليوم هو ثاني أيام العيد، تقبل الله منا صيامنا وقيامنا، ويمكننا صيام 6 من شوال كما أتى في رواية مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. على بركة الله نبدأ في شرح طريقة خياطة مخدة. كل ما علينا هو خياطة السلسلة أولا، وهو أمر عادي وقد شرحناه في فيديوهات سابقة. الآن كما تشوفوا خياطة كتم بسباط واحد، وهو الفتحة ديالو في اتجاه اليمين، وكاين سباط آخر فتحة ديالو في اتجاه اليسار. هنا في الدورة كنحاولو نديرو لاريتم باش نحاولو منخرجوش على إطار السلسلة، وهو سنتيم تقريبا. كنظرو للجهة الأخرى كما كتشوفو، كنحاولو نخيطو 7 سنتيم، ثم كنردو راس السلسلة بعد ما كنهزو السباط باش عاودو نزلو السباط، و كنخيطو بشكل عادي. بقية اللي بقات لينا من السلسلة، أمر جد بسيط. ومهم في الأمر في السلسلة هو أن الرأس خصو يجي مع الرأس كما كتشوف في الصورة، أنه مخصش هاد الخياطة، خصك تسالي أو تجيب هاد الرأس السلسلة مع رأس السلسلة. هاد الشي كيفيد بعد ما كتسد السلسلة ما كيجيش هناك اعوجاج في الأخر ديال سدة السلسلة، يعني خصهم يكونوا متوازيين. ثم كتوصل الراس على الراس، ثم كدير لاريتمو ديالك هادي جميل. فهاد المخدة هي انها سامبل وما كتحتاج لا لقامة لا والو، ولكن كتجي مزيانة خصوصا ملي كنعمروها كتعطي منظر جميل. كنحاولو نقلبوها و تنجبدو القناة ديال المخدة كما شفتو. عفوا كنسدوها اولا بالخياطة، كناكلو فيها سنتيم ديالنا او سنتيم شوية ماشي مشكل. عادي بالنسبة للاخوة المبتدئين كما كتلاحظوا دائما كنقوم بإنزال الإبرة، وهذا يفيد كثيرا في المكان اللي كتكون كتخيط فيه، ما كيتحولش لمكان آخر عندما تقوم بتحريك الثوب أو ما شابه. فيستحسن دائما إهباط أو تنزيل الإبرة، وهذا يجعلها يعني كتبقى بلاصة وما كتحركش بوزيسيون اللي وقفتي فيها باش تستأنف الخياطة منها. كتشوفوا سلينا خياطة تقريبا ديال المخدة، كنحاولو نقلبوها ونجبدو الكوان ديالها كما كيبان ليكم. الآن ما بقى لينا تقريبا، انتهينا من خياطة المخدة، ما بقى لينا إلا الكشورة اللي غادي نقوم بخياطتها فوق الثوب مباشرة. يمكننا
يمكن أن تكون 3 سنتيمتر أو 4 على حسب الثوب. كبر في زعما الكبر ديال الفصالة ديال المخدة، لأن هناك بعض الأثواب كما كتعرفوا العرض ديال الثوب كنقسمو على جوج، هو اللي كيعطينا العرض ديال المخدة. هناك أثواب ذات منكب عريض، ذات منكب عريض يصل إلى 1.60 متر مثلا أو 1.57 متر، وهناك من لا يتعدى 1.60 متر أو 1.55 متر أو 1.54 متر، وهناك من لا يتعدى 1.40 متر. الآن بالنسبة لي خديت 3 سنتيمتر، وكنستعمل كما كتشوفوا ميترو باش نسوديريجي، باش نديريجي العرض ديالي، اذا ما باش ما نمشيش نعوج بانه لابد استعمال المتر في هذه الاشياء. كان ممكن ما استعملش المتر، ولكن هذا يضعف امكانية انحراف عن المسار مستقيم. كما كتشوفوا دائما كان كنترولي بالمترو 3 سنتيمتر ديالي، من يعني وصلت 3 سنتيمتر كنهبط البريك كما كتشوفوا، كنقلب للجهة الأخرى. الأمر جد سهل وجد واضح. ثلاثة سنتيمتر كان وضع الصبع في المكان ديال 3 سنتيمتر، ثم ملي كنبداو نكسرو بالماشين كنحاولو نديو صبعنا لمكان الإبرة، وهو وسط الحذاء الإبرة مكان هبوط الإبرة، وفي الأخر كنديرو لاريتمو والمخطة كما كتشوفو جاهزة. نتمنى أن يعجبكم الفيديو، ومن أجل فيديوهات أخرى لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.